فلاش سبور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وكرة القدم تتواصل بلقاءات الجولة الثانية اللي تلعبت على أكثر من دفعة وما زالت باش تواصل اليوم. البارح زوز مقابلات، الترجي الرياضي التونسي فاز على مستقبل سليمان بهدفين مقابل هدف، فراس غوما ضد مرماه وعبد الرحمن كوناتي في أول أهدافه مع فريق الترجي الرياضي التونسي، وهدف اللاعب روش فونينغ لفريق مستقبل سليمان. انتصار تقال عليه برشا كلام أنه فريق الترجي الرياضي التونسي صعوبات كبيرة كان لقاها، زيد غياب أبرز لاعبيه البليلي. الانتصار والصعوبة متاع تحقيق الانتصار هذا يتحدث عليها مساعد كاردوزو شمس الدين الذواتي. جي بونتو سور فوت انفيديوال صغير، بعديك عرفنا كيفاش نرجع في الماتش والحمد لله معنا خدينا 3 نقاط كانوا صعابة ما كنا خير من منافسنا. كما قلت مالي فترة الناس كل كونسرني الجروب قريب ياسر لبعضه في النيفو، لعب جلاسي عمل لامبو ماتش كيف كيف، معناها شفنا طفل كادا مازال صغير بالرغم ذلك عطى الماكسيموم تاعو ولعب ذلك كابات عطى البلوس. الحقيقة عندنا جروب باهي قاعدين الحمد لله، اليوم ربحنا نتيجة وخسر نقول خرجنا لاباس. صحيح بلاي اللي خالي بلاصتو خاطر عنده لمسه فنيه اللي من كره معناها ما فيهاش حتى خطر تنجم تكون في الفيلي، لازلنا نتعاودوا على السيتياسيون هذوما باش نجموا حتى كيما يلعب يوسف نلقاو حلول. ماتش يتربح اليوم وربحناه الحمد لله، ان شاء الله معناها المستقبل مزال عندنا ماتشات لازم نحضرهم كامل ان شاء الله. شكرا لك، هذا المدرب المساعد رفقي لفريق هذا كان الحوار البارح مع زميلي رفقي بوستة بتبيعة في رياضة وهداف في متابعتنا لمقابلات هذه الجولة. وهم قالوا شمس الدين الذوادي أنه ربحنا نتيجة ونتيجة وثلاثة نقاط، وما نفس الأمر بالنسبة للمدرب سانتوس مدرب النادي الرياضي صفاقسي بعد انتصار فريقه على اتحاد بنغردين بهدف لصفر، هدف أمان الله الحبوية. ويبدو أنه سانتوس راضي جدا على النتيجة. On a fait un grand match collectivement, on a fait un grand match parce que c'est difficile jouer avec totalement 90 minutes d'équilibre, tout à, d'équilibre de notre équipe équilibrée, parce que le jeu, le match, je crois, pour moi, pour mon avis, pour mon idée, le match seulement il y a un côté, une direction, c'est notre direction, on veut gagner. On a besoin de gagner parce qu'on a besoin de gagner 3 points comme tous les matchs qu'on va faire. Et on fait un grand parti collectif. Il y a un moment mieux, il y a un moment plus difficile, mais on a fait un grand parti, tout le monde collectivement, tout le monde a aidé. Les joueurs qui ont été remplacement sont très très bien et on a fait un grand parti collectif, c'est le plus important. أهم ما قاله سانتوس أنه راضي على النتيجة، لكن أيضا ركز خاصة على اللعب الجماعي اللي هو جيب نتيجة، وقال أنه مقابلة به بالنسبة لفريق النادي الرياضي صفاقسي اليوم دفعة رابعة في ختام هذه الجولة الثانية. يتصدرها بتبيعة ديربي الساحل بين الاتحاد الرياضي المنسيري والنجم الساحلي مقابلة العاب الستة بإدارة الحكم نضال الطيف. وقبلها ما 3:30 الملعب التونسي يلعب ضد نجم المتلوي، الحكم هو حسام بولعريس. ونذكر بترتيب قبل لقاءات اليوم، الترجي الافريقي ترجي جرجيس الاولمبي البيجي بستة نقاط، السي اس اس 4، ثلاثة فرق عندهم 3 نقاط، نجم المتلوي شبيبة العمران اتحاد تطاوين 3 فرق بنقطة، هما الاتحاد الرياضي المنسيري مستقبل جابس النادي الرياضي البنزرتي، وزوز فرق في تار البحث عن النقطة الأولى النجم الساحلي والملعب التونسي. الجولة القادمة باش يكون موعدها السبت، ولحد نهار السبت ما 3 التوقيت باش يكون جديد في زويدن شبيبة العمران النادي صفاقسي، النادي البنزرتي مستقبل سليمان، وقوي في القفصة يستضيف النادي الافريقي. نهار الاحد 29 سبتمبر في اولمبي سوسا النجم ضد اتحاد تطاوين، مستقبل جابس الاتحاد الرياضي المنسيري، ترجي جرجيس نجم المتلوي اتحاد بنغردين ضد الاولمبي البيجي. مقابلات هذوما ما 3 ومقابله وحيده هي قمه الجوله 5:30 في رادس، الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد الملعب التونسي. البارح ملعب الشيد لزويتن كان محل متابعة من وزارة الشباب والرياضة، تواصل الأشغال وخاصة المتابعة للسياج لتهيئة المدارج المكشوفة وأيضا لحجرات الملابس. الحدث
يوم إفريقي في كرة اليد في المهدية تحديدا، نهائي مرتقب خاص ببطولة إفريقيا للأصاغر بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري، الحقيقة بأسبقية مصرية للمردود وأيضا للعناصر الموجودة فيه. المنتخب المصري يظهر قوي في المسابقة هذه، ونذكر أنه هو اللي بشي ينظم بطولة العالم على أرضه في مصر سنة 2025. هذاك علاش ظاهر أنه المنتخب هذايا من توا يأكد تواجده بقوة في المسابقة هذه. احنا المنتخب الوطني التونسي بالتأكيد شو قاعد يلعب حتى دقيقة الأخرانية، وإن شاء الله الدعم الجماهيري في المهدية يكون موجود، لأنه على خلاف العادة نعرف الناس قداش تحب الهوند في المهدية، ما كانوش موجودين برشا في المقابلات السابقة، فوقتكم توا الدعم لولادنا صغار أصغر المنتخب الوطني التونسي. منتخبنا أيضا مش يكون موجود في بطولة العالم في مصر مع غينيا وأيضا المغرب، بما أنهم موجودين كانوا في الدور النصف النهائي. المقابلة اليوم الستة وكالعادة الدعوة للجمهور. محليا دائما في كرة اليد لقاية الجولة الثالثة، البارح فوز بعث من خيار على نصرة بولبا 30-22، انتصار جمعية الحمامات على مكرم مهدية 19-18، مقابلة دفاعية. نادي كرة اليد بجمال فاز على نجم الساحلي 33-31. الترجي الوحيد عمل 4-4 12 نقطة، 3 فرق عندهم 10 نقاط، ساقية الزيت النادي الافريقي ومكرم المهدية. في كرة السلة الجولة الثانية من البرو آ، القمة باش تكون السبت هذايا الستة بين الاتحاد الرياضي المناسيري ونادي الافريقي. نجم حلق الويد ضد اتحاد الانصار، النجم الراتي نجم الساحلي، ديلي رياضية بجرومبيليا ضد شبيبة القيروان، نادي كرة اليد بالمهدية ضد شبيبة المنازة. ونذكر انه اهم ما ميز الجولة الاولى انه 3 فرق تخطاو حاجز ل 100 النقطة، هما نادي الافريقي، شبيبة واتحاد الانصار. أوروبياً، الدورة الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أرسنال فاز على بولتون 5-1، ونفس نتيجة ليفربول سابقاً كانت على ويست هام. مقابلات بطبيعة قاعدة تلعبوا على أكثر من نهار، نذكر أنه القرعة سهلة لأبرز الفرق، أرسنال ضد بريستون، ليفربول ضد برايتون. ممكن المقابلة الوحيدة الصعبة في القرعة هي بين توتنهام ومانشستر سيتي. في إيطاليا، ساسولو في دورة الثالث بعد ترشح على ليتشي 2-0، كاليري على كريمونيزي 1-0، وإمبولي على تورينو بهدفين مقابل هدف. ساسولو بشي يلعب ضد ميلان، كاليري ضد اليوفي، وإمبولي ضد فيرونتينا. في الأوروبا ليج بعنوان وحيد، هو عودة الأضواء للأندية الهولندية كما ألكمار وأيضا تفنتي للبارح أجبر فريق مانشستر يونايتد على التعادل 1-1، وفريق ألكمار اللي كان فاز على إليفسبورغ ممثل السويد بثلاث أهداف مقابل هدفين. اليوم في البرنامج روما ضد أتليتيك بيلباو، وأجاكس يلعب ضد بيزيكتاس التركي. ختام أخبارنا لليوم، تقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى الطالبي.